ماما ايه ده، انت رايحه فين؟ نازله رايحه اشتري شويه طلبات. طب ماما فين المج بتاعي اللي بحب اشرب فيه نسكافيه؟ خلاص شلته في النيش وعلى الله تيجي جنبه. يا ماما انا 100 مره قلت لك بلاش المج ده. قلت خلاص اللي بيتشال في النيش محدش يلمسه. عارفه طبعا. يلا انا نازله. سلام. عارفه بتشيل مفتاح النيش فين؟ امي دي سهله التوقع. يب نسيت التليفون. انت واقفه عندك بتعملي ايه؟ لا ولا حاجه، كنت بكنس. فين المكنسه؟ ما كنت بكنس برجلي. رجلك؟ ماما. ايه يا ماما؟ يا ماما فكيني. ايه اللي انت عاملاه ده؟ عشان تعرفي ان النيش ده ممنوع الاقتراب والتصوير، واخر مره تفكري تيجي جنبه حتى تعدي كده ولا تكنسي. ها تكنسي يا ماما، هتكهرب كده. ما تكهرب يا حبيبتي، ارتقي على وشك تتفتح راسك. انا مالي وانت هتكوني عندي اغلى من النيش؟ مش هقرب جنب النيش تاني، ومش هشرب نسكافيه اصلا. ليكي كده شويه متضايقه ده، او روح للبيت. مش هنجيب شجره، انت الشجره.